بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في إطار البطولة الوطنية 47 للألعاب الرياضية للمؤسسات الاجتماعية، شاركت مؤسسة الرعاية الاجتماعية دار الطالب والطالبة بسبويا في الإقصائيات بداية من الإقليمية، وتأهلن فتيات دار الطالب سبويا إلى الإقصائيات الجهوية، وبعدها تأهلن كذلك إلى النصف الوطني، وها هن اليوم يتأهلن إلى النهائي الوطني الذي ستجرى أطواره في نهاية شهر يونيو من سنة 2023 بمدينة مراكش. نتمنى للمشاركات الثلاث سهام خديجة وليلى إلى جانب زميلاتهن من دار الطالبة ميرغت واللائي يمثلن إقليم سيدي إفني في المسابقة الرياضية. السباق على الطريق، حظا موفقا لهن في النهاية. والشكر موصول كذلك للأستاذ عبد الوهاب المديمغ رئيس الجمعية الخيرية لدار الطالب ودار الطالبة بجامعة سبويا على المجهودات المبذولة لجعلها مؤسسة تقدم خدمات جليلة للتلاميذ والتلميذات المستفيدين والمستفيدات من خدماتها. وكذلك الشكر موصول للأطر والمستخدمين العاملين بها وعلى رأسهم مدير المؤسسة السيد جمال الهاروش. كان ذلك يوم 5/6/7 ماي سنة 2023 بمدينة بنقرير إقليم الرحامنة المملكة المغربية. وهذا ياغو أداي عن قناة سبويا بلادي يحييكم.